مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها ما قيل انها وثيقه سياسيه او مبادره لحزبي تكتل القوى الديمقراطيه واتحاد القوى التقدم، وتحدث عنها زعماء او زعيمي الحزبين خلال الفتره الماضيه. نتحدث عن ملامح هذه الوثيقه، هل تمثل اتفاقا سياسيا او اطارا للتفاهم السياسي بين المعارضه والاغلبيه، ام انها مجرد تفاهم بين حزبين وبين الحزب الحاكم. ثم نتحدث كذلك عن تأثيرها على المشهد السياسي ما بين يدي الانتخابات الرئاسية المتوقعة أن تكون نهاية العام المقبل. يسعدنا أن يكون معنا للنقاش في هذا الموضوع السيد محمد بالعمش، المدير الناشر لموقع مراسلون. أهلا وسهلا، مرحبا. يا مرحبا بك أستاذ محمد. في البداية، شنو هو ما يمكن أن نقول التوصيف دقيق لهذه المبادرة؟ نتحدث عن مبادرة، نتحدث عن وثيقة سياسية، وهل هي هل تعبر عن إطار يمكن أن يجمع الحزب الحاكم أو الأغلبية والمعارضة؟ نعتقد أن ما يتسرب حتى الآن من هذه الوثيقة واتفاق سياسي المزعوم يتعلق بمقدمة إعادة التشكيل السياسي في المشهد السياسي الموريتاني. في تقديري أن حزب التكتل واتحاد التقدم قد فارقهما النور الذي كان معهما، فارقهما الألق والنجاحات المتتالية والمواقف الصامدة حتى من دون تسجيل النواب وغير ذلك، وبالتالي وجدا أنفسهما في معارضة شابة، يمكن أن أوصفها بعضها بهذا الوصف، نواب شباب كانوا تلاميذ في الأمس، وكانوا يضربون بأحمد الداداء مثالا، وكانوا يضربون محمد مولود مثالا، الآن يتجاوزون ويحملون الراية بدون إذن من أحد، وبالتالي ربما لم يتواضع هذان الحزبان ليصبحا في الصفوف والزعامة معارضة عمليا للشباب، عمليا للشباب حتى لو كانت الحزب راديكالي آخر. وفي تقديري أيضا أن 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 من غير معقول أن نتحدث عن حزب التكتل دون أن نتحدث عن السن، عمر زعيمه أحمد الداداة الذي أمضى يزيد من 30 سنة من البذل في صفوف المعارضة وضحى بذلك تضحيات كبيرة، وبالتالي التقاعد هنا طبيعي، التقاعد الذي يعني لا محالة من أن نصف به أحمد الداداة هو تقاعد طبيعي، تقاعد فرضته السن. ايضا رفاق انفصال الرفاق الدرب في حركه كادحين في اتحاد قوى التقدم، محمد مولود ومصطفى بدر الدين رحمه الله قد يتمارى جلو الان، هذا الانفصال يعني او الانشقاق يعني اثر على 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 على, على, على هويه حزب اتحاد قوى التقدم التي كانت معروفه والان بعض لم تعد كما كانت على الاقل. وبالتالي اتحاد قوى التقدم لا يقبل ان يكون في الخلف، بينما قد يتملك جلو في وحزبها يعني حركه الجمهوريه يعني في المقدمه، يعني قد يتملك جلو لديك العيد المحمد من حزب التكتل ايضا في المقدمه واحمد الداداة في الخلف، يعني هذه التشكيله فرضت على هذين الحزبين العريقين المعروفين بتضحياتهم الكبيره في السياسه في موريتانيا وخاصه المعارضه، فرض عليهم ان يغيروا التشكيله. في تقديري ليست هذه الوثيقه الا عنوان، هي في النهايه عنوان لماذا؟ هي نهايه مرحله، وهي امتداد لمرحله بدات من انحياز هذا القطب لترشيح محمد مولود سنه 2019، واعتقد انها ستنتهي بدعم محمد الغزواني سنه 2023. هذا فقط هو 2024. هذا هو حقيقة اختصار. قد تكون هناك مرحلة وسط، مرحلة اتفاقات مطالب سياسية ينفذها النظام، عناوين تعرف أهل السياسة لا ينعطفون بسرعة في المنعطفات، يأخذون منعطفات مريحة حتى لا يسقط أحد من الحافلة، وبالتالي سيأخذ منعطفا مريحا يتعلق بمطالب سياسية معينة
مصلحات ديمقراطية طيب. معينة. إذن لماذا برأيك يقول الحزب الحاكم في مثلا في بيانه الأخير خلال اجتماع مكتبه قبل أيام أن هذا التفاهم أو هذه المبادرة السياسية ستعزز مسار ما سماه مسار التهدئة السياسية، مسار العلاقة ما بين المعارضة والموالاة؟ هذا موقف يعني من أحسن المواقف التي اتخذ الحزب الحاكم. ما كان يميز مرحلة الغزواني الأولى، مرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية، أنه كان هناك شبه إجماعي، البعض يشكك فيه، البعض يجمع عليه، البعض يتفق عليه، كان هناك إجماع من نوع ما، وكانت حتى أقطاب معارضة تستقبل في القصر الرئاسي. إذن وكان يصطحبها في طائرته إلى مهرجان تشيت وإلى مهرجان شنقيط ووادان وغير ذلك، وكان يلتقيها على الدوام ويحظى بعض زعمائها بالتقدير. في تقديري أن هذا موقف الحزب الحاكم هو موقف مريح للنظام، خاصة بعد الهزات الصعبة التي تعرض لها في الشهر الماضي، هزة السجن النائب السابق محمد بول شون فاضل، الهزة أيضا العطش، نائب الحالي هو مثلا نائبا، نعم نائب الحالي هو مثلا نائب الحالي الذي السجن، أزمة العطش التي تعرض لها نواكشوط، وكانت يعني هزة في الحكم. إذن رغم أن الحزب الحاكم كان يمكن أن ربما ينتظر الأسابيع القادمة والأيام القادمة لكي يطبل كثيرا، طيب. ولكن هذا قبل صفحان عن تلك الصورة الغير جيدة جدا عن النظام. هل تسرب شيء عن ملامح هذه الوثيقة حتى الآن؟ حتى بعض أطراف المعارضة سمعنا برامة داها عبيد يشكو قبل أيام من أن هذه الوثيقة لم تعرض حتى الآن على أي طرف من أطراف المعارضة حسب قوله، وأنه حتى بعض أطر هذه الأحزاب يشكو من أنها لم تعرض عليه. لماذا برأيك هذا التكتم على هذه الوثيقة وهذا الاتفاق السياسي؟ أنا أعتقد أنها في إطار أن بعض الأطراف قد اطلعت عليها، وفي الوثيقة ليست إلا عنوان، يجب أن نفهم هذا في تقديري الشخصي، هناك البعض يختلف معي في هذا الموضوع. الوثيقة ليست إلا عنوان ومبرر لكي يغير حزب التكتل واتحاد قوى التقدم واقفهما من المعارضة الراديكالية إلى معارضة في الوسط ثم إلى موالاة، هكذا أتصور. ومع ذلك لم يتسرب عنها شيء، وهي لم تعد أصلا تسريب، وهل هي تم إعدادها أصلا؟ وكان هو أعتقد أنه حوار، وفي حسب معلوماتي فإن أحد النواب السابقين لحزب التكتل وقوى الديمقراطية هو عراب ربما هذا الصلح بين حزب التكتل والنظام. طيب. وهذا النائب لن أبوح باسمه، ولكن لن يبقى من اسمه إلا الاسم، يعني هو عسكري سابق، مستشار هو عسكري سابق، كان زميلا للغزواني في كتيبة المدرعات، وهو نائب سابق في حزب التكتل. عبد الرحمن المينيا، يعني هذه مواصفات عبد الرحمن. الحديث يتم عن أن هذا الشخص هو عراب العلاقة الجيدة بين أحمد الدادة ومحمد طيب. الغزواني، وبالتالي ومع ذلك هناك مقترنات أخرى، يعني ملتقيات يلتقي فيها الرجلان فيما يتعلق بالزعيم أحمد الدادة ومحمد الغزواني. طيب ما هما؟ لم يبقى شنو مكاسب الطرفين من هذا التفاهم أو هذه الوثيقة أو المبادرة السياسية؟ أنا أعتقد أن الدادة لا يريد مكاسب شخصية مادية، أكثر ما يريد والدادة بعد فشله في الرئاسة 92 وفشله في الرئاسة 2007 هو التقدير، وقد حظي به في عهد الغزواني أن يستقبل عند القصر. وأن ما معنى التقدير هنا؟ التقدير الشكلي، يعني تقدير لشخصه واحترامه الزائد من قبل رئيس الجمهورية. طيب هذا حظي به في عهد السيد محمد الشيخ عبد الله، في عهد عبد العزيز. لا في بالطريقة حينما كان رئيس مؤسسة المعارضة، حينما ينزل رئيس الجمهورية إلى في سلم القصر ويودعه عند سيارة، هذا شيء مسبوق. أنا كنت أتحدث أنها سنة 2019 وحينها كذب التكتل ذلك، ثم اعترف به في 2019. تحدثنا في مراسلون عن لقاء بين أحمد الدادة والزعيم والرئيس والمرشح حينها محمد الغزواني. يبدو أن ذلك اللقاء كان بداية علاقة، وهذه العلاقة تطورت، وأعتقد أن اتحاد قوى التقدم هو ملحق بهذه العلاقة حتى لا يبقى وحيدا. طيب اسمح لي، هل يعقل أن يكون
قيادات سياسية بحجم أحمد ولده وتجربة وخبرة أحمد ولده ومحمد المولود يمكن أن يغير مواقفهم السياسية فقط لمجرد العلاقات الشخصية أو لتقدير المعنوي؟ ماذا بقي لهما في في على الرصيد السياسي؟ لا يوجد نائب برلماني ولا مستشار بلدي ولا بلدية حتى. يعني الرصيد السياسي إذا كانت انتخابات معترف بها صفر. يعني النتيجة السياسية الآن محمد المولود قال قبل أيام في النهاية المهم هو المواقف السياسية والحزب مواقفه السياسية ومواقفه النضالية يترجمها ويعبر عنها سواء مثل في البرلمان أو لم يمثل. هذا كلام سياسة. المواقف السياسية حينما يطبع مع النظام تنتهي مواقفه السياسية، وحينما يدخل في النظام مع حوار يتغير موقفه السياسي. يعني هذا موقف سياسي، كلام في السياسة، كلام لن 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 تنقص العبارات السياسية والمصطلحات المناسبة محمد مولود، هذا شيء معروف. طيب ما الذي سيكسبه النظام من حزباني بهذه المواصفة في النهاية توصفته؟ هو على الصعيد يعني الشعبي، على الصعيد الشعبي لا شيء صفرة. على الصعيد الشعبي لا شيء، ولكن على الصعيد السياسي وتسويقي هو ربح كل شيء. كيف؟ هذه قيادات معروفة في الداخل والخارج، كل فرنسا تعرفهم، الخليج يعرفهم، السنغال، المغرب، كل من لديه اهتمام، الجزائر، كل من لديه اهتمام بالسياسة الموريتانية، الأمم المتحدة، من حضر اتفاق مراق، اتفاق دكار، من كل مراقبين يعرفون مكان أحمد الداف في المشهد السياسي الموريتاني. مكان تتراجع تنقص المعلومات، تتغير المعلومات حوله، ولكن مكان معروف. رمزية أن تكون قامات مثل أحمد الداف ومثل محمد المولود وغيرهم من قيادات الحزبين تنضم إلى الحزب الحاكم أو تقترب منه، معناه أنه تسهل مواقف جميع الرجال في اتجاه الانضمام للحزب، عفوا انضمام للنظام. سوف لن يكون انضماما وقحا في تقديري، يعني سيكون ما معنى وقحا هنا؟ لن يكون انضمام وقحا بمعنى أنه سيلبس مباشرا، يعني سيكون انضماما خجولا. هذا ما أقصد، سيكون انضماما خجولا، وقد لا يعلن عنه أنه انضمام، ولا قد لا يعلن عنه أنه مولات. سيكون اتفاق سياسي، شراكة سياسية، لن العبارات لن تنقصهم في هذا الجانب. سوف يهتدون إلى العبارة المناسبة بالتأكيد. طيب هل يعني هذا أنه لا يوجد تأثير لهذا الاتفاق على المشهد المعارض أو العلاقة ما بين المعارضة والنظام إذا استثنينا حزبي التكتل والتقدم؟ يعني العلاقة بين المعارضة والنظام وبقية المعارضة والنظام ستبقى كما هي؟ شوف، الخوف، كل الخوف هو الإتيان، خوف النظام كل الخوف هو الإتيان بمرشحين مميزين أمثال أحمد دادا سنة 92، أو محمد خلنا هيدا سنة 2003، أو أحمد دادا سنة 2007. إذا نجا النظام من مرشح يقع عليه إجماع وتأييد قيادات مهمة مثل قيادات أحمد داداه، محمد مولود، تواصل ربما قادة الشباب سيدي مولود ومحمد بوية وخديتا وغير ذلك، قيادات الشاب الصاعد الآن في البرلمان، إذا سحب منها أحمد داداه من هذا الدعم المتخوف منه، وأحمد ومحمد مولود والقيادات في حزبيهما، سيكون القلق محدودا مهما كان الشخص الذي يمكن أن يترشح. هذا الدعم المفترض الذي قد يحظى به أي شخصية وطنية في المعارضة مهما مجلوبة كانت سياسية أو وطنية، إذا نزع منه دعم أحمد داداه والتكتل ودعم محمد مولود والاتحاد والتقدم، يعني الباقي محدود. يعني تواصل هو حزب كبير عريض، يعني شعبيته معروفة، وبقية شخصيات هي شخصيات شابة، ولكن إذا بقي هذا على هذا النحو لا يشكل تهديدا ولا يؤذن بانجراف وسقوط كتل من الموالاة ومن الوسط إلى هذا التيار. وما بقي من المعارضة هي معارضة الآن متشددة نسبيا، يعني لديك تواصل معروف الإيديولوجية، التواصل برام معروف خطاب برام، والكتلة الشابة الآن التي ربما انسحب عنها التكتل والاتحاد والتقدم حتى لا يفرض عليهما أن يكونا تابعين
لهذه الكتلة الشعبية. طيب على ذكر النائب برام الذهبي قبل أعتقد يومين أو ثلاثة في مؤتمر صحفي خصص جزءا كبيرا منه الحديث عن هذا الموضوع وهاجم قيادات في حزب اتحاد قوى التقدم، قال إنها تروج لفرضية أنه هنالك قوى سياسية تحرض على النظام وأنه من مصلحة القوى الديمقراطية أن تؤيد نظام غزواني لتحميه من أي اضطرابات يمكن أن تحدث في البلد قياسا على الظروف الإقليمية. برأيك هل هذا التحرك المرتبط بهذا الاتفاق يتعلق بالوضع في الإقليم واستغلاله في إيجاد إخراج لهذا الانتقال من ضفة المعارضة إلى ضفة النظام؟ لا أعتقد أن ما يحدث في الإقليم يخفف منه حقيقة أن ينضم حزب التكتل وحزب اتحاد قوى التقدم للموالاة. ولكن بالنسبة لانتقادات برام معروف بالانتقادات ومعروف بالهجوم على القيادات السياسية سواء في الموالاة أو المعارضة، هذا ليس جديدا. وأعتقد أنه في إطار خطته التي تتعلق به، وصحيح اتحاد قوى التقدم تضرر كثيرا بعد انفصال الشقاق الحزب، يعني هذا شيء، ولكن لا أعتقد أن هناك أجندة خاصة بأشخاص معينين في اتحاد قوى التقدم. إذا كان من تفسير لهذا الموضوع الآن، فأعتقد أنه يتعلق ب أن اتحاد قوى التقدم لا يريد أن يبقى وحيدا في ظل انسحاب اتحاد حزب التكتل عنه إلى الضفة الأخرى، وأيضا لا يحبب أن يكون تابعا للقيادات الشابة التي منها شخصيات انفصل خرجت من رحمه مثل كادة تمرجلو. الشابة هذه بين قوسين، لأن كادة تمرجلو لم تعد شابة، ولكن المحيط بها من الشخصيات والشباب أثبتوا جدارتهم رغم أنهم كانوا التلاميذ. طيب على ذكر الوضع الداخلي في هذه الأحزاب، سمعنا أصواتا ربما معارضة لهذا الاتفاق وتتحدث عن أنه لم يعرض على الهيئات الحزبية أو أنه يمرر بطرق غير ديمقراطية أو أنه يعني تضغط به قوى متحكمة في هذه الأحزاب. برأيك ما هل هنالك بالفعل قدرة على تمرير هذا الاتفاق داخل الهيئات الحزبية لهذه الحزبين، علما أنه نحن نعلم أنه كان هنالك مشروع اتفاق في الانتخابات البرلمانية السابقة بين الحزب الحاكم والتكتل وعرض على هيئة التكتل ورفضته؟ لا أعتقد أن ما يحدث من تصدع في حزب التكتل خاصة الآن هو ليس جديدا. التصدع بدأ منذ استقالة العيد محمدا واستقالة النائب البرلماني منامة الدي حينما لم تترشح. لا هذا كان على اعتاب الانتخابات وكان نعم كانت الاسباب الانتخابية واضحة. المستشار لا انا اقصد استقالة العيد يعني لم ما يحدث من تصدع هو تصدع طبيعي. ما بقي في حزب التكتل هو وفاء لشخص ووفاء وحب صوفي لشخص احمد دادة. اذا نزعت هذا من التكتل يقل الذي يبقى يعني بصراحة. وبالتالي هناك البعض يحترم جدا. اليوم لدينا أخبار أن هناك بعض الشخصيات في حزب التكتل تم تعيينها في مناصب شبه حكومية، لديك الإمام محمد الإمام يعني هذا الأمين الدائم للحزب التكتل هو الشخصية الثانية وهو قد تم تعيينه ممثلا للدولة في أعلى في مصرف شنقيط، يعني هذا منصب في القطاع الخاص ولكن تابع للدولة موريتانية. وبالتالي هذه ربما النظام أرسل رسائل سابقة للمعارضة أنه يمكن يعينها أشخاص في مناصب ليست وزارية، وقد يكون هذا في ذلك إطار، ولكنه رسالة ودية. أعتقد أن التعيينات في حزب التكتل ستتقدم وسنلاحظ، ربما لا نعرف إن كانت ستصل لدرجة الحكومة دخول الحكومة أم لا، ولكن من المؤكد أن بعض الشخصيات في حزب التكتل ستعين. طيب هل يدل هذا الأمر على أن هنالك ركودا أو جمودا في الحراك المعارض، بحيث أنه ما نتابعه حتى الآن هو مثل هذا الاتفاق الذي يسوق الآن على أنه ميثاق سياسي وتفاهم بين المعارضة والنظام؟ هو حتى هذا الميثاق لم يحدث شرارة تذكر، ولم يقطع الرتابة التي كنا نعيشها في هذا الخريف الماطر. يعني ما زالت الرتابة هي ذاتها،
وما زال المشهد السياسي لم يجد عرصا سياسيا راكدا. طيب ما سبب هذه الرتابة اللي تعلقها بالضعف المعارضة؟ هي الإحباط من انتخابات برلمانية. أيوة. وربما التشكيك حولها. وما تلا ذلك من 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 من, من من هزائم المنهزمون دخلوا في جحورهم والمنتصرون هربوا بانتصاراتهم وبالتالي أيضا فترة عطل هذه الرتابة معروفة في فترة تقليدية في شهر أغسطس باستثناء فترات الانقلابات يعني لا تكون أغسطس عادة. طيب نحن نتحدث عن المشهد السياسي على كل حال الآن هنالك يتصاعد الآن الحديث عن الوضع في الإقليم وأنه يقال أنه من أسباب حتى موافقة النظام بهذه السرعة الآن وحديثه عن هذه المبادرة وهذا الاتفاق بين حزبي التكتل وتقدم والأنصاف أنه الوضع في الإقليم يريد أن يحدث يسوق لحالة من الهدوء السياسي أو الاتفاق السياسي بعد أن كان يرفض هذا الأمر خلال السنوات الماضية. أقصد ما يتعلق ب أن يكون هنالك حوارا سياسيا كان يقبل فقط مسألة التشاور مسألة الانتخابات. أنا لا أعتقد أن تخوفا جديا أن هناك تهديدا جديا في ما يتعلق بأسلوب الحكم في موريتانيا كما تشير إلى الانقلاب في النيجر انقلاب في الكونغرس الوضع في الإقليم يعني لا أعتقد أن هنالك ملامح تهديد جدي لأسلوب الحكم في النظام. هناك أقلام هو لا اسمح لي هو لا يعني بالضرورة أن هنالك خطر انقلاب لأنه في هذا الأمر لا أحد يعلمه ولكن في النهاية النظام يرغب في تهدئة المشهد حتى لا يعطي فرصة لأي حالة من الاضطرابات ربما. نعم تماما صيغتان مختلفتان. هو ليس فقط أنا أعتقد أن النظام دخل في تهدئة سياسية منذ الإعلان عن النتائج واعتقد نتائج الشوط الثاني التي منح فيها حزب تواصل مقعدين مقعد في اسيا ومقعد في جرو يعني كان في اطار ما معنى منح كان بامكاني ان يحصل ما حصل في الشوط الاول ما المانع يعني هذا تحدثنا عنه كثيرا كان يمكن ان يحصل ما حصل في الشوط الثاني. تقصد ان هذه الانتخابات في النهايه معموله باليد في النهايه ونجح هذه الانتخابات ليست نسيه في النهايه يعني هناك سياسيون كثر شككوا فيها يعني لا احد يشكك في ذلك وهناك اللجنه نفسها اعتقلت بعض الاشخاص الذين غيروا المحاضر وغيروا النتائج ادخلوها حاله سيزيام حاله الميناء يعني هذا شيء مفروغ منه. طيب ولكن اعتقد ان الهديه التي منحت لحزب التواصل ترك ان ينجح في حزب التواصل وكان بامكانهم فرض نتائج كما يريدون وترك في اسيا لكي يمتلكهم قاعده اصبه وبالتالي ما حصل هو تهدئه من اجل تحضير الانتخابات الرئاسيه القادمه. واعتقد حسب معلوماتي ان القياده العليا في البلد تحدث مع الكثير من الاشخاص المهمه في السياسه سواء التي اعلنت الان موالاتها او التي لا تزال لم تعلن موالاتها. هناك ايضا حاله طيب تحدثت عنها معها في شان ماذا؟ يعني نحن نتحدث عن اشخاص ان ما يجري في حزب التكتل واتحاد التقدم لا يجري وحده. هناك جيم منصور استقال من حزب التواصل والارجح انه يتجه الى مسار اخر. يرجح ان يكون قريبا من النظام. هكذا هناك شخصيات اخرى. يعني هناك اهتمام في السلطه العليا بالانتخابات الرئاسيه القادمه. وكل ما يجري اسمح لي ربما يكون هذا خلال مواسم سياسية دائما نشهد حالات من استقالات كبرى اسمح لي فقط نشهد عادة خلال المواسم الانتخابية سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات تشريعية وبلدية موجة معينة من انسحاب من المعارضة إلى النظام. هذا يحدث ليس جديدا ولكن أن يكون هذا التوجه إلى النظام من قبل حزبين من أقدم أحزاب المعارضة و اعرف يعني الناس بالمعارضه ايضا. طيب انا سؤالي هل يعني هذا انه هذا النمط من المعارضه التقليديه قد انتهى الى غير الرجعه وانه الموضوع مجرد يعني اعلان رسمي عن موت لحاله موت سريري كانت موجوده لانه في النهايه الضعف الذي يشهده حزب التكتل وقوى التقدم ليس مفاجئا جاء عبر مسيره معينه من مسيره زمنيه معينه على الاقل لو اخذنا الاقتراعات الماضيه كمقياس او كآلية من آليات التقييم هل يعني هذا الاتفاق السياسي موت يعني حزب التكتل وذوبانه وكذا قوى التقدم؟
الموت النهائي لن يكون، يعني الموت النهائي بمعنى الطمس لا، سيبقى اسم التكتل موجودا، سيبقى اسم اتحاد التقدم، ولكن القيمة السياسية لحزب التكتل، القيمة السياسية ستتضرر من دون شك، يعني الآن متضررة، ولكن من المهم أن نقول أن المعارضة لن تموت مهما كان. كلما لماذا؟ إذا كانت كلما راح الجيل المعارض، إذا كانت المعارضة كأحزاب وكقوى قد ضعفت، لا لا لا، وكلما جاءوا وكلما رحل جيل من المعارضة يأتي، لأن الأنظمة بطبيعتها تخلق معارضات، والأخطاء في التسيير ربما غير المقصود، لا نتحدث عن شيء مقصود، دائما تحدث ردات فعل، وهذه ردات فعل هي في تشكيلتها تكون في النهاية تكون معارضة من رحمها. هل تشير إلى أن الموقف المعارض سيكون أقوى من الأحزاب المعارضة؟ لا، ليس أقوى، ولكن سيبقى موجودا، وربما تتغير الأشخاص، والآن تتغير الأشخاص، الآن هو أهم ما في رحيل، ربما الرحيل مرتقب حتى نكون دقيقين، لأحمد الدادا ومحمد مولود وجيم منصور، لأنني ألحقتهما، ألحقته بهما. طيب، يتعلق أنهما من أكثر العارفين بالمعارض، بميكانيزمات المعارضة، وهذا هو السر، لأنك أفضل أن تأخذ مستشارا خبيرا من أن تأخذ فاعلا، لأن الفاعل يقوم بفعل، ولكن الخبير هو الذي يمكنه أن يفك الطلاسم المعارضة، وأن يعرف مكان من ضعفها ومكان قوتها، ومتى تكون شرسة، ومتى إذا أراد الله لهذه القيادات أن تتحول مرة واحدة للنظام، أعتقد أنه إذا تم استغلالها استغلالا سليما، فاستقر المعارضة من خلال معرفة هذه رأى صحيح، سوف تبقى بقية أخلاق لهذه القيادات السامية، يعني أنها قيادات تملك تاريخ نضالي طويل، ولن تكون مقدورها أن تبيع زملاء رفاقها السابقين في المعارضة، ولكن إذا تبنت المواقف الموالاة ستكون فاعل وستضطر المعارضة. طيب، سؤالي، هل ستكون هذه الأحزاب مرحبا بها داخل أوساط الأغلبية؟ لا أتحدث عن قيادات حزب الحاكم أو حتى قيادة السلطة، وإنما الأوساط الأغلبية. دائما نسمع هنالك شكاوى. هناك سؤال آخر يمكن أطرحه وأجيب عنه قبل سؤالكم، وهل ستبقى حزب تكتل حزب بهذا المعنى؟ ما هذه مرحلة من حزبيته، ثم ما يلبث أن ينضم إلى شكل سياسي آخر. هذا هو السؤال. مثل طيب، هذا سألتك عنه. لدينا أمثلة هنا، حزب عادل، حزب التجمع من أجل الديمقراطية. أنت تقصد أنه هل سيبقى داخل أحزاب الأغلبية أم سيحل نفسه ويندمج في الحزب الحاكم؟ هذا سؤال. هذه خيارات. هذه خيارات، ولكن أعتقد أن الوقت سيجيب عليها، وأعتقد أن المهم عند النظام الآن ليس هو ذوبان تكتل واتحاد التقدم في حزب الحاكم، وإنما دعم، لأنه لا يريد منهما شعبية، لأنه لا يريد، ولكن دعم شخصيات رمزية مثل أحمد الدادا ومحمد مولود وجميل منصور ربما في للرئيس في انتخابات الرئاسية القادمة. طيب، دعنا نسأل عن كيف ستستقبل. نحن أيضا نتحدث عن ثلاث أوساط مرشحين، عفوا، نحن نتحدث أيضا عن ثلاث مرشحين الرئاسيات السابقة، أحدهم صعد في الشوط الثاني وربما وضلي ب 92 أحمد الدادا، أحدهم ويقال أنه ظلم أيضا في 2007، يقال أنه ظلم 2007. كل هذا الحديث المظلومية، حديث مرشح الرئاسيات، نتحدث عن محمد مولود مرشح الرئاسيات 2007 و 2019. إذن هؤلاء ليسوا رؤساء أحزاب فقط، هؤلاء يعني دخلوا المعترك الرئاسي ويعرفون ما يفيد وما يضر. شكرا جزيلا للسيد سيد محمد والبلعمش، الكاتب الصحفي والمدير الناشر لموقع مراسلون. مشاهدينا الكرام، نقول لكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.